certains aspects importés comme l'énergie, etc., sur la balance commerciale de 51 milliards. C'était ça l'objectif initial du projet. اليوم غنطلقوا الفوج الرابع ديال بطائق المشاريع. هذا مشروع بنك المشاريع اللي تطلق هذه سنتين بالضبط يوم 20 شتنبر 2020 خلال أزمة صحية طبقا للتعليمات السامية ديال سيدنا الله ينصره اللي طلب منا نتعبقوا جميعا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني اللي كان ضر خلال فترة الكوفيد. هذا بنك المشاريع عرف إقبال كبير بحيث أكثر من 90% ديال المستثمرين مغاربة عرف إقبال كبير حيث اليوم كان درسوا أكثر من 1170 مشروع اللي غيمكنونا من خلق أكثر من 260 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة في كل جهات المملكة. هذا الفوج الرابع عرف إطلاق 96 بطاقة مشاريع اللي هي من أجلها غنحسنوا السيادة الصحية والسيادة الغذائية وأيضا السيادة الصناعية طبقا للتعليمات ديال سيدنا الله ينصره. غيتم أيضا الإمضاء على اتفاقية مع فاعلين في أصنعة الأدوية وصناعة الصحة من أجل تقوية السيادة الصحية، وغيتم أيضا إبرام أكثر من 40 اتفاقية اللي غتمكننا من خلق 7000 منصب شغل في صفة مباشرة وأكثر من 13000 منصب شغل غير مباشرة في كل جهات المملكة. الحصيلة ديال المشاريع اللي كاينة على أرض الواقع اليوم كاين 40 مصنع اللي تنشؤوا اللي كنشتغلوا عليها و200 ديال المصانع في طور الانشاء اللي كتجاوز نسبه الانشاء ديالهم بين 60 و80%، و 800 مصنع و 800 مشروع اللي كنشتغلوا عليها باش نكملوا الملف ديالهم، اما الملف الاستثماري اما القروض اللي غيحتاجوها الى اخره. اهم القطاعات 26% ديال القطاع هي الصناعه الغذائيه، 26% ديال الاستثمارات هي الصناعه الغذائيه اللي هي كتقوي السياده الصناعيه وغتقوي والسياده الغذائيه وغتقوي ايضا التثمين ديال المواد الغذائيه. كما لا يخفى عليكم اليوم تصدير ديال المواد الغذائيه المصنعه من المغرب كيفوق تصدير ديال المواد الغذائيه المحضه. كاين القطاع ايضا ديال صناعه الادويه اللي هو كيمثل 5% من المشاريع اللي غيقوي الحصانه والسياده الصحيه ديال البلاد، وعدد ديال قطاعات قطاع المعادن الى اخره. كنشكركم على التغطيه الاعلاميه بعد ديال هذا الحدث، هذا اللقاء اللي جد مهم واللي كيدخل في اطار ديال السياده الصناعيه ديال البلد واللي كيتعلق بالبنك ديال المشاريع اللي بالنسبه للقطاع ديال الصحه اللي كنمثلو واللي في التوجه ديال صاحب الجلاله. وانتم كتعرفوا ان المغرب داز من واحد الازمه ديال الكوفيد على غرار العالم كامل، وهذه الجائحه ما خلات حتى شي قطاع، فبالتالي جميع البلدان عرفوا بعض الصعوبات ومنها بعض المواد اللي هي جد مهمه وكتدخل في القطاع ديال الصحه، واللي المغرب الحمد لله بفضل الرؤيه المتبصره ديال صاحب الجلاله والتوجيهات ديالو قدرنا نتغلبوا على المصاعب. هاد السياده اليوم خدينا دروس من هذه الجائحه هذه، فبالتالي خاص المغرب يحاول يوفر الظروف باش القطاع ديال الصحه يكون غادي ديما في استمرار بدون انقطاع من الحاجيات ديالو، سواء كان كيتعلق الامر بالدواء او بالمستلزمات الطبيه او بالتجهيزات اللي كنحتاجو. وحنا الحمد لله هذه الجائحه بينات بان المغرب عنده مؤهلات جد مهمه، لا سواء اللي كيتعلق بالعامل البشري واللي تبارك الله عندنا طاقات وكفاءات جد مهمه، وكذلك حتى بعض المواد اللي هي اساسيه اوليه اللي يمكننا تتعرف التحويل كذلك باش المغرب يكون عنده سياده سواء في المواد الاوليه ولا كذلك حتى في التصنيع ديال هذه المواد عندنا باش يكون المنتوج كافي الحاجيات ديال البلد ديالنا. Bravo aussi bien faire.